هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. ورفع معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين باسمه ونيابة عن جميع منتسبي قوة الدفاع البحرين أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية المباركة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يديمه ذخرا وسندا وينعم على البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالمزيد من الرفعة والعزة والرخاء.